المقاومة الفلسطينية تتمسك بحقوقها وترفض التنازل عن رفع الحصار، والغارات الصهيونية تستهدف مساجد غزة. تظاهرات في العواصم الأوروبية ومدن عدة في العالم تنصر غزة وتكرس إرهاب إسرائيل. البرلمان العراقي يؤجل جلسة تكليف رئيس الوزراء إلى الاثنين بانتظار التوافق السياسي. الرئيس الأمريكي يؤكد أن قوته لن تنزل إلى الأرض، والضربات الجوية الأمريكية تركز على منع داعش من ضم كردستان إلى دولتها. مسيرات شعبية في البحرين ترفض المشاركة في الانتخابات البرلمانية قبل إقرار مطالبها بالإصلاحات السياسية. المزيد من التفاصيل تشاهدونها في نشرة 8:30.